خطوة جديدة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني للم شمل بيت الأفلان، حيث أعلن بن مبارك عن عودة النواب المستبعدين عن كتلة الأفلان، مؤكدا التزامه بتحقيق وحدة الحزب والعمل على تعزيزها وفقا لبيان صادر عن الحزب. بطريقة جدية لكي تكون هياكل الحزب تنطبق مع المرحلة الجديدة للجزائر الجديدة. تعد هذه الخطوة حسب مراقبين جزءا من مساعي بن مبارك لتحقيق تغيير في اتجاهات الحزب الذي شهد في الفترة السابقة إحالات عديدة إلى لجنة الانضباط واحتجاجات على أسلوب إدارة الحزب. كان بن مبارك نفسه من أبرز المعارضين للسابق أبو الفضل بعجي. ما بقاش بلطجة وما بقاش المال الفاسد يدور في جبهة التحرير الوطني. بن مبارك أكد على ضرورة تحمل المسؤولية وتعاون النواب لتعزيز وحدة الحزب التي تعد أساسا لقوتهم في خدمة البلاد وتمثيل الشعب. وكان بن مبارك قد أعلن عن نهاية عهد البلطجة والمال الفاسد وتعهد بإنهاء السيطرة العائلية على الحزب، في إشارة إلى التغيير المتوقع في السياسات الحزبية. هناك مناضلين ودائما نقولها يذوبوا الحديد ويكسروا الحجر، تلقاه ما قراش ولكن عنده قوة التجنيد. للإشارة، فإن الأمين العام لحزب الأفلان تلقى رسالة تهنئة من حزب روسيا الموحد ديمتري إثر تزكيته أمينا عاما للحزب.